أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ أن الطقس غائم بمرتفعات الأطلس وكذلك بمنطقة الشيادمة وبشمال الأقاليم الجنوبية، وتكون ضباب بالسواحل الوسطى للبلاد. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع نزول زخات مطرية عاصفية بمرتفعات الأطلس وكذلك بالمناطق الغربية المجاورة له، وببقي المناطق الأخرى سيكون الطقس مستقر مع سماء قليلة تصحب إلى صافية. درجات الحرارة الدنيا من 5 درجات ستسجل بمدينة إفران وكذلك بوجدة، 13 درجة بتازات، 8 درجات بالحسيمة و8 درجات كذلك بالرباط. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 26 درجة بوجدة، 24 درجة ستسجل بمدينة الحسيمة، 25 درجة بطنجة وكذلك بالعرائش، 22 درجة بتطوان و27 درجة بالرباط، 25 درجة بيضاء وكذلك بمدينة الجديدة. بالمنطقة الوسطى للبلاد نزول زخات مطرية عاصفية بالأطلس وكذلك بمنطقة شيادمة مع تكون بعض الكتل من الضباب بالقرب من السواحل. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 11 درجة بالرشيدية، 15 درجة بأرفود وكذلك بزاغورة، و16 درجة بمدينة طاطا. ودرجات حرارة النهار ستتأرجح ما بين 30 درجة بالرشيدية وكذلك ببني ملال، 31 درجة بمراكش، 33 درجة بترودانت، و28 درجة ستسجل بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله نزول زخات مطرية عاصفية، هذا مع هبوب رياح ستكون مصحوبة كذلك بزوابع رملية. درجات الحرارة ستعادل 18 درجة بكل من الزاق وكذلك بجلسة زمور، 16 درجة ببكرة بالعيون وكذلك بمدينة بوجدور، 17 درجة ستسجل بمدينة السمارة، و14 درجة بطنطان. ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 26 درجة بالزاق، 27 درجة بجلسة زمور أو عفوا بالسمارة، 31 درجة بجلسة زمور و32 درجة ببكرة. باتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن يكون الطقس عموما مستقر مع سماء قليلة تصحب إلى صافية بجل المناطق. ودرجات الحرارة ستعادل 17 درجة بمدينة الدخلة ببيرانزران وكذلك بأوسرد، و16 درجة بالقويرة. ودرجات حرارة النهار ستعادل 32 درجة ببيرانزران وكذلك بأوسرد، 22 درجة بالقويرة، و21 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر، سيكون البحر هادئ بالواجهة المتوسطية، بالبوغة سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بعلو متر واحد، وبالسواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى مترين. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة الثالثة صباحا وثمانين وخمسين دقيقة، والرابعة عشية وستة عشرة دقيقة. والجزر سيكون على الساعة العاشرة صباحا وست دقائق، والعاشرة ليلا وست وعشرين دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط سيكون على الساعة السادسة ودقيقتين، والغروب في تمام الساعة السادسة وثمانين وخمسين دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بحول الله يوم الاثنين طقس نسبيا غائم بشمال الأقاليم الجنوبية، سيعطي زخات مطرية أحيانا عاصفية، هذا مع تكون بعض السحب الركامية بمرتفعات الأطلس وكذلك بمنطقة شيادمة، ستعطي كذلك زخات مطرية عاصفية وتكون ضباب بالقرب من السواحل الشمالية. ببقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. أيام الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة وكذلك يوم السبت طقس نسبيا غائم، سيعطي زخات مطرية بداخل الأقاليم الجنوبية وذلك إلى غاية يوم الخميس تحديدا. بباقي الأيام سيكون الطقس عموما مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية.